محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنا وأمنك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي هدنا في السعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وصلي كل مسلم يا ربي واقفي كل مؤذي. يا ربي نهتم بالمشافة يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آلي وأصحابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الطويل الغالب الوالي الطالب البائس الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والسائل والتاهب
يسبح الآكل والمائل والطالئ والغارب ويوحد النافق والصامت والجامد والدائب يضرب بأكله الساكن ويسكن بفتله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع فهمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وأدما وعسوسا وأرقا ولما وجلسا وشعرا في نهم مختلفة مختلف متراكب مما عند فيك يخرج من بين السلف والترائب لا إله لا إله إلا الله كريم بشط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويناتي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأينا هدامك يا من على الأقدام وقد جاتوا في الدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وفيهم من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يقف قف النهار ديول الغياهب فيعودون وقد فازوا في المطلوب وأغلقوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وأراد قهره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلى هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب إلى هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب إلى هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عقبة الأصنام والكواكب إلى هو موسى قال موسى قوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب إلى هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب إلى فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته في تيجان المهابة والافتخار ونشد على رأس الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقبله جده ثم أمه سكيك أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يبعث من ذهامة بين يدي القيامة في ظهره ألامة تذل القمامة تضيء السحائب فجري الحبين ليلي الدوائب ألف الأنف ميم الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بشره إلى الزبع اتباك ساكن قدماه قبلهم البعير فأزال ما استكاه من المحن والنوائب آمن في الضفط وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذء حنين حزين ناتب يده تزهر فرقتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يقول ولا ينام ولكن للحكمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن هزم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رفة لا تنبكي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى عقاب قوسين كنت له أنا النتيم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله ثم أرده من الأرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارف فإذا صرفت تربة طيبة منه بأشرف القالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب
اللهم صل وسلم وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارف، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلام من دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح في إيرة حديثين ورد النبي كان قطره عظيما ونسبه كريما وسراته مستقيما، قال في حقه ما لم يزل سميعا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أو حد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق ألتما في ألف عام يسبح قوه ذلك النور فتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في سلب نوح وجعلني في سلب الخليل إبراهيم حين قذف فيه في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلاف الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على شفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفر واحدا كان يخدمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده في مكة وهجرته في المدينة وسلطانه في الشام، يقص شعره ويتجر على وسطه، يقول خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل ستة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا أيضا، فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا فزينوهم، فيقولون: يا ربنا وجدناهم أشرفوا على أنفسهم ووجبنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول الحق وعزتي وجلالي: لا جعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر الأقود، وخلاصة إكسير سر الوجود، ما دقك قاصر ولو جاء ببذل
مجهود واسمك عاجز عن حصر ما حويت من حصال الكرم والجود القوم شارفتم وانت المقصود يا اشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسول من قبلك لكنه في الرفعه والأولى لك الشهود اللهم صل وسلم وبارك لكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم أرائس معاني أجل الأحباب المسوس بأشرف ألقاب الراكي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا شتر ولا حجاب فلما أنا أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات من دهان والبشارات فإن النور المنسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ في الكون نورا وأقوله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك على آله فتز الأرش طرفا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا فامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضغط بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه القدر في تمام محال